توقيت دخول السيدة العذراء وسيد المسيح عليه السلام إلى أرض مصر. يعني بداية الدخول دايماً بنحتفل به في شهر يونيو. تمام. طبعاً يعني أحياناً حد يتساءل طب يونيو هو الأشهر الميلادية ولم تكن قد بدأت بعد. هو طبعاً مرتبط بتاريخ آخر. ما هو؟ إحنا في الكنيسة الأرثوذكسية كل حدث بيبقى هام بيبقى له عيد. فإحنا عندنا الأعياد السيدية الصغرى اللي منها عيد دخول السيد المسيح أرض مصر ومباركته. ده كان بالضبط في 24 بشنس. وإحنا التوقيت القبط بالنسبة لنا هو التوقيت الأساسي. وده اللي يمكن حتى بيسأل عليه دايما، احنا ليه مثلا بنحتفل 7 يناير مش 1 يناير مش 25 ديسمبر؟ ده برضو راجع لحسابات كتيره يبقى لها وقتها بنعمه الله دي، لان كل الحسابات احنا بنمشي حسب التقويم القبطي، لان ادق التقاويم. تمام. فبالنسبه لمثالنا هنا عيد دخول السيد المسيح مصر هو 24 بشنس، اللي يوافق في العصر اللي احنا فيه حاليا 1 يونيو، عشان سهوله ان الناس تحفظ التاريخ. يعني هل بيختلف من سنة الأخرى فرق التوقيت يعني ولا لا؟ مع السنين القريبة دي حساب اسمه حساب الأبقطي. في السنين القريبة مش ما يختلفش. لكن لو في سنين بعيدة زي مثلا حساب عيد الميلاد زي ما احنا قلنا كمثال من زمان خالص لحد اللي احنا بنتكلم 2022، هتلاقيه تدرج حضرتك اول من 25 ديسمبر وهكذا لحد ما وصل 7 يناير. السنين اللي قدامها هنلاقيه 8 يناير 9 يناير. وعشان كده احنا بنبص ان العيد على التقويم الأدق وهو التقويم القبطي.